بسم الله الرحمن الرحيم، نشرح اليوم رؤية إسرافيل عليه السلام في المنام. ومن رأى أن إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور وظن أنه سمعه وحده دون غيره فإنه يموت، أو قد يدل على بسط العدل بعد انتشار الظلم. إن نفخته الأولى يدل على الوباء، وأن نفخته الثانية يدل على الحياة ودفع الطاعون. والله أعلم. كامران بابان 10/9/2022. وشكرا لكم.